اخواني اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من قناه الجهاز المنزليه. اليوم غنتعرفوا على ثلاجه ديال ال جي، هذه فيها 10 سنين الكارونتي في الموتور ديالها. بالنسبه لا كونسوماسيون ديال الضوء فيها ادو بلس من ناحيه الصدارة 43 دي بي، 305 كيلووات في العام، ما كتاكلش بزاف. هذه تقريبا 470 لترو، صراحه حاجه مزيانه، حاجه كريتي عندها الفريغو تبارك الله كبير بزاف كما كتشوفوا معايا. وهذه بالنسبه الى بيتي يكون عندكم لي سباس هنا راه كتحيدوا هذه. وبالنسبه هنا هذه ديال اندونيسيا، لحقاش فيهم ديال الشين وفيهم ديال مصر، هذه ديال اندونيسيا كما كتشوفوا هنا في الصوره. بالنسبه للثلاجه ديالها اللي من تحت هي راه مخيره، عندها جرور من تحت اللي كدير فيها الخضره والديسير. وبالنسبه لهنا عاوتاني بلاصه البيض والفارماسي والماء.